باتريك، ملاحظ انه الانتاج ما كثير تكلفت عليه، يعني مبين انه منك مستخدم مزبوط، يعني محلات ديكورات او سفر او كاميرات او طريقه تصوير كانت سامبل بمحلات حلوه بالطبيعه وانت لحالك وهيك، ليش؟ مزبوط، لانه وقت جيت فكرت شو بدي اعمل كليب لإلي، اول كليب وانا عم بشتغله، قررت روح على السامبلستي ل يعني لشوي اذا بدك اخدم الغنيه واركز اكثر على الغنيه وفرجي اذا بدك، كان هم فرجه التوزيع تبع الغنيه واللحن، وكمان انا اصلا ميل اكثر لليوروبيان فيجن اكثر بالكليبات اللي هي الغنيه تاخذ وقع اكثر من الصوره والعجقه وبعدين انا اخترت قصد الطبيعه ناتور مورت كرمال تخدم فكره الغنيه، غنيه اكثر حزينه لانها من ايه نوعا ما حزينه مش دراما بس لا مش دراما بس هيك كلاسيك حزين نوستالجي يعني فيها فيها ميلانكولي شوي فيها ميلانكولي بقصد مش نوستالجي كمان الغنيه يعني انا ما بحب الاغاني وقت يتصوروا بطريقه كثير فيها ستوري بورد وكثير فيها يعني كمان اول كليب يمكن شاب يطلع لحاله بيغني يعني هي تريبي شوي يعني بتسفرك الغنيه مشان هيك انا حبيت ركز على مود مش على ستوري بورد اليوم شو عم تعمل بالمندلون بتغني وبترقص بنفس الوقت كمان مش برقص بمعنى برقص بس انه اكيد ماني مثل غير فنانين بوقف وهيك وبس بتأدي غنية لا بتحرك كثير على المسرح كيف تعملوا؟ انا هذا السؤال على طول بيخطر على راسي انه اللي بيغنوا وبيرقصوا بنفس الوقت كيف يطلع صوتهم؟ بدها تمارين كثير بدها تمارين يعني مثلا بحضر بيونسي بنهبل كيف هي بتقدر تغني وبتحرك هالقد وما بيكون في ولا لهته ولا شيء بصوتها بيونسي بصوتها. من قدها ايه اكيد ما عم ارنك لبيونسي بس عم بقول انه يعني احد الناس احد المغنيين المهمين اللي بغنوا هيك عم شوف صور لك كمان ايه هون بالما هون بعيد فتره عيد الجيش والاستقلال شو حلمك بعد باتريك تعمل بقى؟ يعني عملت اول كليب كيف كانت ردود الفعل على الكليب؟ عرضتهم حتى على تي في ايه عم بينعرض على عده ما اذا فينا نذكر بس انه عم بينعرض على عده شانلز وهيك الفيدباك كان بوزيتيف واهم شيء انه في كثير ناس احترموا العمل ودائما اول عمل هو بعلق شوي عند العالم احترموا انه فات بشيء كلاسيك مرتب بعيد عن الابتزاز بعيد عن الكليبات اللي عم تكون مليانه بنات على الفاضي بس كرمال الاثاره وانا ضد هالشيء انا ضد انه حط معي بنات بس لمجرد الكليب ينحضر اكثر ايه ما بحب عن جد ما بحب مش شو بيميزك بتحس باتريك كنت عم تقول لي بهالعجقه وبهالابتزال والكليبات والمغنيين كثير كثار صاروا خاصه بلبنان شو اللي بده يميزك عن غيرك بكليباتك باغانيك شوي من كل شيء يعني شوي مش بس شوي من كل شيء كمان انا عم بحط ايدي بكل شيء بكل العمل كله من اوله لاخره يعني عم بكون اذا بدك مفكر فيه فروم اي تو زي يعني عم بعمله كله بتتدخل بكل التفاصيل لتكون اكيد التفاصيل إنه ومهم كمان الفنان يعرف وين رايح يعني اليوم بشوف فنانين اصحابي بيتكلفوا على كليبات بلاوي بلاب بيدفعوا 80 و90 و100 الف دولار بوقت الكليب بينعرض انجأ شهر وبعدين بينحط على الرف والعالم تنساه بس كمان ممكن يعملوا ضربه حظ هن بيعتبروا انه اذا الكليب اخذ الضجه اللي لازم ياخذها ممكن تعمل هيت الغنيه وبالتالي ما بقول لك لا بس انا التوجه اللي رايح فيه مش ما بدي اكون فنان الحفلات وفنان الحفلات البريفي ما هون بتختلف الانسان شو بده صح شو بدك وين بده يروح انت هيئتك بتحب خطوات ثابته شوي شوي وتضلك عم تمارس المهام بكل المواهب اللي عندك يعني انا اذا بدك عم بعمل ايدنتيتي شوي قريبه للنيو جينيريشن بكون قريب منهم بس ما بحب هالفرقه وما بحب هال طب مين بيلفتك لهلا عم تنتقد عم تقول ما بحب وعملوا شيء انا مش موافق عليه على مين بتوافق مين بتحب بحب كثير هبه طوجه مثلا كثير بحب هيدا الشيء اللي انا بسمعه وبحبه انا ماني ضد الكوميرشال بس انا ضد التشويه وضد هال المبالغة ايه مش كثير بحب يعني مش باتريك اشتغلت بعدة مجالات كمان اشتغلت كارت دايركتور بعدة كليبات وما زلت يعني وبعدك عم تشتغل هيك مؤخرا اشتغلت لرغب علامة قريبا يعني خلال اسبوعين بينزل الكليب اشتغلت كمان جانا كارازون وفي ريان عيد اللي هو بيكون خيه لكارين عيد ريان عيد كان بستار اكاديمي هذيك السنة وهلا من شي جمعه له مبروك بلش كليب وينزل كمان طيب وين بتشوف حالك بعد يعني بين الاخراج وتلحين وغناء ورقص بدك تكمل بالكل مش احسن واحد يركز على شوف الاخراج فيك تبيني فيه كل شيء كل المواهب اللي عندك هلا مش ضروري انت تعمليها بس على القليله بتكون عم تحط التاتش تبعك يعني المخرج مفروض
وقت اجيب كوريغراف، وقت اجيب ميك اب ارتست، وقت اجيب فاشن كونسلتنت او ارت دايركتور، المفروض يكون بيعرف اذا انا مرقت فيهم واشتغلت فيهم بقدر اعطي اكثر. يعني بقدر افهم الارت دايركتور شو بدي، بقدر افهم الكوريغراف شو بدي، بقدر انا مع الفنان اشتغل اكثر على خطواته، على الستايل تبعه، يعني بقدر اشوف الفيجن كامله اكثر بطريقه. يعني وحده من اهدافك انك تصير مخرج فيديو كليب؟ ايه هذا الشيء كثير وارد، لانه انا بحب كثير الفيديو كليبس بما انه ريليتد اكثر للاغاني وللموسيقى، ولانك بتعرف بالغناء والرقص هذا الشيء ممكن يسهل لك كمان أكتر. هذا بيسهل، يعني مش ضروري بس مخرج، مش ضروري انا اشتغل لهم كلهم، يعني اكيد رح يكون في كرو طويل عريض. لا طبعا، بس لما بكون بتعرف فيهم او مغنى وعارف كيف أحسن. الفنان شو بحس هو عم بغني، او الكوريغراف كيف لازم يمرن على الرقص او على الحركات، بتهون عليك اساسا. انا كارت دايركتور، هو الارت دايركتور مش كل العالم بتعرف انه 60% من الكليب بيكون هو اذا بدك تعبان فيه وعم بيشتغل فيه، يعني وعم بشوفه من كل الجوانب. وكمان الارت دايركتور شغله مهمه واعطيتني خبره كثير مهمه، لاني كوريغراف ولاني كمان قبل اشتغلت فاشن كونسلتنت، يعني كله بفيد، كله يعني بفيدك انه تكون متعدد المواهب لتخدم يعني هدف واحد. ايه، لانه هون التعدد الموهبه عم بينصب بخانه واحده، مش انه عم بيشتغل حكيم فبين نتيجته صح. ايه لا طبعا، هون كلنا عم نحكي عن عده مجالات فنيه تابعه لبعض بهدف واحد. رح نشوف غنيه جديده، كليب جديد، في ديو تحضر مع مايا نعمه، كمان مايا كان بستار اكاديمي، بس هالمره رح يكون شيء ايقاعي، ورح يكون بما انه مايا بترقص وانا برقص رح يكون جامع الغنى والرقص بنفس الوقت. حلوة الفكرة. توزيع وليد المسيح جوز على مايا، وفي كمان غنية لإلي توزيع ميشيل فاضل كمان كنت سجلتها قبل، بس مش عارف شو قبل شو، يعني لوقتها يعني. تارك الأشياء تجي مثل بس حتكون تاني خطوة، رح تكون شوي رح تفرجي غير باتريك، يعني شفوني العالم الكلاسيك، هلا رح يشوفوني أكثر اكتف اكثر، هايبر اكثر، في رقص. منيح انه المشاهدين والمستمعين يشوفوا الفنان بعده وجوه، او بالعكس احسن يتعودوا عليه بستايل واحد؟ لا انا مع انه الفنان يفرجي ويفاجئ العالم، يعني اذا بعدك عم تقولي بيونسي، بيونسي نجحت لانه يعني حبوها العالم بالكلاسيك، حبوها بالبوب، حبوها بالهيب هوب، بالار ام بي. انا مثلا طلت على هيك من غني كمان فادتني كثير، لانه مدة ساعتين كمان غنيت عدة أغاني و صح، والناس تمتعوا بحلقة كانت مخصصة لفالنتاين. لا فالنتاين مظبوط. نحن بنقول لك جود لك شو ما حتقرر تعمل، إن شاء الله بتصير مشهور قدها لبيونسي باتريك. إن شاء الله، أصلا طلبت مني ديو بس أنا ما قبلت. إيه خذ وقتك تغنج. نحن حناخذ بريك. أهلا وسهلا فيك. حناخذ بريك، من بعدها رح نكون مع شيف مارون وويل نون.